رشاد رئيس لجنة التحكيم وأستاذ جراحة التجميل في القصرين. حضرتك ممكن تكلمنا عن فعاليات مسابقة نادي الجمال العرب 2021 السنة دي لا طبعا فعاليات كتيرة جدا، لكن احنا خلاص احنا وصلنا لمرحلة المؤتمر الصحفي. احنا عملنا قبل كده تدريبات وعملنا مراحل اختيار في كل دولة وعملنا مسابقة الطبخ وعملنا خطوات كتيرة. النهارده المؤتمر الصحفي، ان شاء الله بكره هيبقى في شوية امتحانات كده للولاد للبنات يعني، وبعد كده ان شاء الله يعني الحفله الكبيره ان شاء الله يوم 24. تكلمنا عن فعاليات المؤتمر الصحفي النهارده، تتوقع ايه؟ ان شاء الله كل الناس تبقى كويسه. البنات بسم الله ما شاء الله السنه دي اجمل بكتير من كل سنه، الاختيارات كانت احسن كتير. كان الفرصه طبعا بعد ما كورونا قلت شويه عرفنا يعني الانتقالات تبقى اسهل والحركه تبقى احسن، فالحمد لله رب العالمين. السنه دي ان شاء الله الحفله تكون جميله باذن الله. ايه مختلف الحفله السنه دي عن الحفله يعني؟ احنا فعالياتنا ثابته، فعالياتنا ثابته في كل سنه من السنين بنفس الدرجه وبنفس الترتيب بنفس كل حاجه. مسج حاجه تحب توصلها للمتسابقات النهارده؟ عايز اقول لهم ان كلكم ملكات، يعني انتوا جايين من ما كل واحده ملكه بلدها، فهي اوريدي بقت ملكه. اختيار بس بينهم ومن بعض مين هتبقى ملكه جمال العرب، بس هم بسم الله ما شاء الله كلهم جميلات يعني. الله يعافيك، شكرا.